السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم طلابي الأعزاء، طلاب الصف الثاني الأساسي من مدرسة البيت العتيق الإسلامية. كيف حالكم اليوم يا أحبائي الصغار؟ اليوم يا أحبائي الصغار سنبدأ بوحدة جديدة وهي وحدة القسمة. بداية يا ثاني نقوم بمراجعة جملة الضرب، وهي عدد المجموعات ضرب العدد المتكرر يساوي الناتج. والآن يا صغاري لنحد هذا المثال مع بعضنا البعض. في حديقة محمود 4 شجرات ليمون، كل شجرة تنتج 5 ثمرات. كم عدد ثمار الليمون الموجودة في الشجرات جميعها؟ في البداية نحدد المعطيات والمطلوب من هذا السؤال. المعطيات أن في حديقة محمود 4 شجرات ليمون، كل شجرة تنتج 5 ثمرات، والمطلوب كم عدد ثمار الليمون الموجودة في الشجرات جميعها؟ ننظر هنا إلى الشاشة، أعطانا 4 شجرات وكل شجرة تنتج 5 ثمرات من الليمون. نحول المسألة إلى عملية ضرب. عدد المجموعات وهو عدد الشجرات 4 ضرب العدد المتكرر وهو عدد ثمرات الليمون في كل شجرة وهو 5 ثمرات. 4 ضرب 5 يساوي 20 ثمرة. نحول عملية الضرب للتأكد من الحل إلى جمع متكرر. نقوم بجمع 5 4 مرات لأن عدد المجموعات 4 والعدد المتكرر هو 5. 5 زائد 5 10، و10 زائد 5 15، و15 زائد 5 20، إذن يساوي 20 ثمرة. ننتقل إلى درسنا لهذا اليوم وهو تهيئة. هيا يا ثاني لنفتح الكتاب صفحة 72. ننظر هنا في البداية، أعطانا عدد من البالونات في 4 مجموعات. يطلب منا السؤال عدد المجموعات. نعد 1 2 3 4 عدد المجموعات. نكتب في المربع الأول 4 مجموعات. عدد البالونات في كل مجموعة، نبدأ بالعد. في المجموعة الأولى 1 2 3 بالونات، والمجموعة الثانية 1 2 3، والمجموعة الثالثة 3، والمجموعة الرابعة أيضا 3. إذن عدد البالونات في كل مجموعة 3 بالونات. عدد البالونات كلها يوجد لدينا طريقتين، إما بالحل بعملية الضرب، عدد المجموعات ضرب العدد المتكرر يعني 4 ضرب 3 ويساوي 12، أو عد البالونات كلها ويعطينا أيضا 12 بالونا. ننتقل إلى المثال الثاني. أعطانا هنا مجموعتين وكل مجموعة منها تحتوي على عدد من الجوارب. يطلب منا السؤال عدد المجموعات. عدد المجموعات مجموعة مجموعتين. عدد المجموعات نضع في المربع 2. عدد الجوارب في كل مجموعة، نبدأ بعد في المجموعة الأولى 1 2 3 4، وفي المجموعة الثانية أيضا 1 2 3 4. عدد الجوارب في كل مجموعة 4 جوارب. عدد الجوارب كلها كما قلنا في السابق، إما بتحويلها إلى عملية ضرب 2 ضرب 4 ويساوي 8 جوارب، أو عد الجوارب كلها وأيضا يعطينا 4. ننتقل إلى
إلى سؤال آخر، صفحة 73. أكتب ناتج عملية الضرب في المربع. أعطانا مجموعة من عمليات الضرب وعلينا بإيجاد الناتج. 1 ضرب 4 يساوي 4. ممتاز. 4 ضرب 4 يساوي 16. 3 ضرب 2 يساوي 6. 5 ضرب 1 يساوي 5. 2 ضرب 10 يساوي 20. و5 ضرب 3 يساوي 15. ممتاز. ننتقل إلى سؤال آخر. أكتب العدد المناسب في المربع. أعطانا هنا جملا مفتوحة وعلينا بإيجاد ناتج عمليات الضرب. كم ضرب 3 يساوي 12؟ رائع. 4. لو راجعنا الجدول، 4 ضرب 3 يساوي 12. كم ضرب 15؟ رائع. 2. كم ضرب 4 16؟ رائع. 4 ضرب 4 16. وكم ضرب 2 يعطينا أيضا 16؟ رائع. 8. 20 يساوي 5 ضرب كم يساوي 20؟ أحسنتم. ضرب 4. 8 يساوي 4 ضرب. كم ضرب 4 يعطيني 8؟ 2. 4 ضرب كم يعطيني 40؟ 10. وكم ضرب 5 يساوي 40 أيضا؟ 8 ضرب 5 أيضا يعطيني 40. ممتاز يا سامي. في النهاية يا صغاري، أود بإخباركم بشيء مهم، أن علينا حفظ جدول الضرب بشكل جيد ومراجعته بشكل يومي، لأن وحدتنا الجديدة تعتمد على جدول الضرب بشكل كبير. وعلينا الاستمرار في مراجعة الجداول يوميا حتى نتمكن من حفظها 100%. ولا ننسى يا صغاري الحل على الكتاب بشكل مرتب، والحل على الدفتر أيضا بشكل مرتب. مع السلامة يا أحباء الصغار.